الأستاذ الياس محامي معتمد لدى المحكمة العليا، يستقبل يوميا قضايا طلاق عدة، وإن كانت أسبابها في الظاهر اجتماعية، إلا أنه يرجعها في غالب الأحيان إلى مشاكل نفسية يعاني منها أحد الطرفين. أسباب هذا حالة الطلاق، احنا كقانونيين ظاهريا نقول هي أسباب اجتماعية، ولكن في حقيقة الأمر فيه جانب نفسي كبير الاسباب تتكلم على انه عدم الاحترام عدم احترام الاهل عدم قبول الشخص الاخر امور تافهه ماهيش اسباب جديه للطلاق الاساسي اللي تعاني منه الأسرة الجزائرية هو البروبلام دو كومينيكاسيون ويرى رجال القانون أن الارتفاع الخطير لظاهرة الطلاق تعود إلى إدخال المشرع الجزائري الخلعة في قانون الأسرة ما جعل الأصوات تتعالى للمطالبة بوضع شروط صارمة له حالات الخلعة ولت كثيرة وأصبحت المرأة تلجأ لهذا الإجراء العائلة ماهيش تلعب دورها مع, مع كوبل هي إذن ظاهرة أخرى باتت تهدد المجتمع الجزائري غذتها عدة عوامل على رأسها غياب الوازع الاجتماعي وتراجع دور العائلة الكبيرة